طب احنا ازاي نتعامل بقى مع الطفل بالشكل ده؟ ازاي نقدر نعالجه من المشكله دي؟ هو بصراحه هم الاهل دول اتعاملوا بطريقه صح جدا لما جابوه، يعني لما المدرسه عرفتهم ده فجابوه الاخصائي النفسي، فبدانا نتكلم معاه نشوف ازاي بيعاملوه، علاقته باخواته ايه، باصحابه ايه. لاحظنا ان هو فعلا الولد ضحيه، اتعرض للتنمر قبل كده، فبدانا نتكلم مع الاهل ان هم ازاي يغيروا معاملتهم، يهتموا بيه، يسمعوه كتير. مشكلة ان احنا الاهل مش بيسمعوا ابنهم، مش بيدوا له وقت كافي. اول ما يقول انا ماما ضربت، انت ما ردتش ليه؟ انت ما خدتش حقك ليه؟ انا مش علمتك تاخد حقك؟ ده مش صح. يعني هدفهم الاساسي ان الولد ياخد حقه، مش ده صح، مش ده الصح. انا مش هقول لابني اضرب اللي يضربك، يبقى هو ايه الفرق بينه وبينه؟ لا، مش ما ينفعش. انا اعلمه يدافع عن نفسه عشان ما يتاذاش، بس يروح لحد كبير يشتكي ان هو، لكن هيضربني هضربه، دي مش ازاي. يبقى هو هما الاثنين شقه زي بعض، فلازم ان انا اعلمه هيدافع ان انا مش هتاذى، بس في نفس الوقت انا هعرف اخد موقف، هروح اقول لحد كبير، هروح اقول لاهلي، من حد، من غير ما يهاجموني. وطبعا دور المدرسه مهم جدا، لان الطفل ما ممكن انا كنت يقعد في عايزه بقى المدرسه. اكلمك في الدور الناس ككل بقى، الناس بشكل عام. يعني حضرتك قلتي بالنسبه للاهل المفروض ان هو يكلموا ابنهم، ان هم يتعاملوا معاه، بالظبط. يسمعوه الكلام ده. انا عايزه بقى اتكلم يعني دور المجتمع بقى، ان هو ممكن يتنمر، ان الاولاد اللي ممكن يتنمروا على صديقهم، على حد يشوفوه. احنا ازاي نقدر ننشر التوعيه دي؟ هو يعني اكيد الاعلام له دور كبير جدا في ده، غير ان الاهل يتابعوا القنوات اللي بيتفرجوا عليها اولادهم. يعني لو حاجه مش مناسبه، المحتوى بتاعها مش مناسب، لا مش هيتفرج عليها، يجيبوا له حاجه تانية محتواها مناسب. ما ينفعش يقعد طول الوقت قاعد قدام التلفزيون على الموبايل، انا عماله اتفرج على فيديوهات، عماله اتفرج على مسلسلات، على افلام كبيره، يعني كبيره عن سن الطفل، فيها تنمر وفيها عنف، فيها حاجات كتير، واحنا مش واخدين بالنا. انا عندي الولد ساكت وقاعد قدام التلفزيون، لا طبعا ده مش صح.